بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب برايمري 5، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الفوكابلوريز بتاعت ليسون 2 يونت 3، آخر ليسون معانا السنة دي بعنوان Environmental Balance. وعايزكم تكونوا جاهزين معايا زي ما احنا اتعودنا مع بعض بورقة وقلم، وبترددوا ورايا بحيث ان يبقى نطقكم ان شاء الله سليم للكلمات، وحفظكم للكلمات بالكتابة السبيلنج يبقى مظبوط، فبالتالي ان شاء الله تقدروا تفهموا الدرس بسهولة وتقدروا تجاوبوا بطريقة سليمة ان شاء الله. نبدأ مع بعض. اول حاجة معانا environmental balance، توازن بيئي او اتزان بيئي. natural area يعني منطقة طبيعية، natural area. algae الطحالب، including تحتوي على. ecosystem نظام بيئي. ecosystem. the following figures يعني الأشكال التالية. living organisms كائنات حية. non-living things الأشياء غير الحية. fungi فطريات. components مكونات. among من بين. balanced يعني متوازن. disturbance يعني اضطراب، عدم اتزان. disturbance. stable مستقر. interaction يعني تفاعل. pond بركة ماء. unified يعني موحد. universe الكون. factors العوامل. eras يعني عصور. eroding يعني تآكل، زيها برضو corrosion يعني تآكل. interference تدخل. interference تدخل. circumstances يعني ظروف. circumstances يعني ظروف. طبعا الكلمات الطويلة علشان تسهلوا الدنيا وتقدروا تحفظوها بسهولة تقدروا تقسموها الأجزاء زي ما احنا بنتمرن مع بعض وزي ما انا معودتكم دايما مع بعض. بعد كده cutting down trees يعني قطع الاشجار. imbalance يعني اختلال توازن. extinction يعني انقراض. extinction. polluting تلويث او تلوث. polluting. appearance يعني مظهر خارجي. disappearance اختفاء. conditions يعني ظروف. reproduce يعني تكاثر او اعادة انتاج. competition منافسة. insufficient يعني غير كافي. population يعني مجتمع. organize يعني تنظم. rule يعني دور. extent يعني درجة أو حد أو مدى. island يعني جزيرة. الـ S silent.
feeble يعني ضعيف، weak، yogurt زبادي، drugs أدوية، recycling إعادة تدوير، antibiotics يعني مضادات حيوية، phosphorus يعني فوسفور، phosphorus بعد كده manufacturing تصنيع، manufacturing بعد كده alcohol اللي هو الكحول، leather tanning يعني دباغة الجلود، benefit فائدة أو منفعة، saprophytic organisms يعني كائنات محللة، saprophytic organisms. آخر كلمة معانا industries يعني صناعات. وبكده إن شاء الله نكون مستعدين لفيديو الشرح إن شاء الله تعالى. دعواتي ليكم يا رب بالتوفيق والتفوق، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.